ما كاينش بيمكن ما طبقش عليها قانون التعاون. كما قولوا لي انتم هاو شافوا هنا مختص في الطرقات كما لومبيلونس هذوك سيفيل ولا شنو، خلينا هذوك السيارات الاسعاف هذو تاع الاسعاف ولا هذوك عندهم حالات خاصه، عندو حالة خاصة راهو رافد معاه مريض ولا واه صح، لازم له يكون عنده شروط باش تخليه يمشي يزيد السرعة. وكاين كاين علاه لانه رانا نشوفو كاين من داك منهم عند والو تلقى داير جيرو واحد اخر باش يفوت. لا اخي حنايا انت تقدر الموقف، ماشي المهام تاعنا غير القمع، عندنا المهام ثاني المساعدة. هذا الامبيلونس نحل لها الطريق، نفتح لها الطريق، نفتح لها المجال، احنا ماشي غير القمع تاني نساعدك نوري لك. واو فهمني هذه باش احيانا بعض الطريق انت فات كنت تسوق اليوم غادم ولا فوت عليك تعاود تلقاه في البارك فات. لا نهضر لك على الباص. واه هو يدير يدير المسار. اسمح لي ها شوف كيما احنا نهضروا ها بين بين المهام تاعنا دور الدرك الوطني مجال الطرقات ولا ماشي غير اولا واش هي التوعيه؟ التوعيه المواطنين دوك كيما رانا نديروا هنا في حملات احساسيه في اطار مكافحه حاولت المرور ولا الحد من هذه الظاهره، لانه قلنا هذه الظاهره راهي تؤدي ارواح والارواح هذه اللي تروح ولا رانا نشوفوا باللي عندها تاثيرات نفسيه على المجتمع وعلى الدوله تانيت. غدوه الدوله تانيت راهي تخسر دراهم. صح لا لا الناس هادو اسمح لي، الناس هادو دوك الانسان هذا اللي توفى راه مخلي موراه عائله مخلي موراه مخلي موراه زرده صوالح بزاف ولا لا لا ماشي يقولوا بلي معليش بيكي كي تروح ما عندها حديد يخلف من الانسان كي يروح ما يخلفش. هو مواطن عنده حاجه ايجون حاجه تاع كراف موت ولا راه داير فيتو تراس وراه يجري وقد به الرادار جوستومو. حنا معليش هذه 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 بالعكس، لانه هذا كي يدير لا فيتاس راح يؤدي بالوفاه تاعو تانيت. انت رحت انت دوك صرايك موت انسان مات ما راحش ترجعو. هو راه عنده فلوط راه عنده فلوط باش يلحق عليه بسرعه باش يموت. اسمح لي معليش الانسان راك معاك انت انسان مريض وراح تديه اميرجونس، كاين سياره الاسعاف اللي مختصه بالشيء هذا، انت كي تديه ودير لا فيتاس قادر دير اكسيدون تموتو كاع. كانت راه بالك تروح نفس وحده يولي يروحوا بعض الاحيان صرالك في اللوطو، ديجا صرالك في اللوطو بعض الاحيان. هو عطاك الحل، عطاك الحل هو. دي فوا صرالك في اللوطو راك تمشى انت ولادك. عطاك الحل. دي فوا فاهمك، راك تمشى انت ولادك وكاين كيما حنا نقولوا غير مصراني قد بقى صراحه ماليز على بالي من الانسان قد بقى لا كريست قد بقى لا كريست انا صرات لي هذا. هو عطاك الحل وراه كاين الرقم الاخضر باش تعيط. واه راني في الطريق راني نتمشى صاير راني نتمشى. لا معليش راك تمشي اسمح لي، هنا رانا نهضروا الفائده من هذا الشيء وشنو هو؟ انه انت صح حكمك مرض في الطريق تروح تمشي 150 ودير اكسيدون تموتوا كاع. الانسان هذا مريض وتروح معليش تروح بالفيتاس اللي ما تعرضش روحك والاشخاص اللي معك ثاني خطر. اصبر شويه شكون اللي خير؟ اصبر شويه معليش اصبر شويه وتوصلوا كاع بخير. الانسان هذا كي لك تكلم ربي لا 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 اصبر شويه على بالي الانسان كي تكون هذا علاش تكون هذا اخرى. هذيك تاع